قولي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات، قولي إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين صلي. قولي لماذا، قولي لماذا، قولي لماذا لا تصلي؟ بالله ما ألهاك عنها، أشغلت بالفاني الأقل؟ ما في انشغالك أي عذر، من ذا يعيش بغير شغلي؟ لو أنت لبيت المنادي هل كانت الدنيا تولي؟ تشتاق أن تلقى وجوها للناس من جار وخل، وتغيب عن لقيا ملك هو صاحب الوجه الأجل، فتعيش في هم وغم تشكو من العمر الممل. شو الشعبية الحلوة اللي عندك إياها؟ أنا فتح القفل. شو اسمك؟ أنا اسمي جهاد علي من اليمن. وأنت كنت عم تغني مثل الجواد هيك. شكراً. ليك أنا برمت لك لأنه أول شيء هذا اللون لوني، هذا اللون اللي أنا بحبه، وكنت عارفين لما كنت عم بسمعك أنه حدا صغير، دخولك كان شوي متردد كانت، بس حبيت أنه أبرم لأنه حابب يكون معي بالفريق حدا مثلك وبيشبهك وبيشبه صوتك، لأنه أنت قليل لحد هلأ اللي مرقوا غنوا مثلك. على رأسي. أنا بتوقع لك مستقبل كتير حلو لأنه بعدك صغير. قد عمرك؟ 10 سنوات. بعدك صغير، بعد لقدام صوتك بيكمل أكتر وبيصير أحلى بعد. مع أنه صوتك أكبر من عمرك. كنت بدي أقول له إياها هلأ. أعزائي المشاهدين، في نهاية هذه الحلقة حبيت أوضح لكم إن هذا الفيديو لم يحدث في الواقع، وإنما تم تعديله بواسطة الفوتوشوب، وهدفنا منه إيصال الرسالة إليكم والتحافظون على صلواتكم. وفي نفس الوقت حبيت أشكركم على أكثر من 160 ألف مشترك وعلى الدعم الرهيب الذي حصل في الفيديو السابق، تقدر تشوفه من هنا إذا ما شفته بيطلع لك هنا تلميح. وحبيت أطلبكم ولأول مرة إنكم توصلوني 200 ألف مشترك وتوصلون هذا الفيديو أكثر عدد من اللايكات، وشكرا لكم أخوتي وخواتي وجميع من يشاهدني في هذه الكاميرا، تحياتي لكم.